أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، سنسمعه ونسمعه إن جاءنا عبر الهاتف أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي بأي وسيلة شئتم، فصوتكم يصل عبر شاشة الرافدين. نبدأ مع الملفات العراقية، حيث يعاني العراق من انخفاض مستوى الغطاء النباتي نتيجة الحروب التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، لا سيما الحرب التي قادتها واشنطن ولندن ومن تحالف معهما لاحتلال البلاد، والتي فاقمت الأوضاع سوءا فضلا عن تبعات تقطيع المناطق الزراعية والبساتين إلى أجزاء واستغلالها لبناء المنازل عليها. عام بعد آخر تزداد أزمة المياه سوءا في العراق مع تراجع معدلات هطول الأمطار وتمدد الجفاف، إلى أن بات العراق البلد الخامس في العالم الأكثر تأثرا بالتغير المناخي بحسب الأمم المتحدة. وكان من أبرز صور ظاهرة التصحر جفاف بحيرتي ساوة وحمرين، التي شهد الخزين الاستراتيجي للمياه فيهما انحسارا تجاوز 90% قياسا بالفترة نفسها من عام 2019، حيث أوضح مدير ناحية السعدية بأن وضع البحيرة بات صعبا جدا. بدورهم أكد عدد من السكان القاطنين قرب البحيرة بأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد انحسار كبير لمياهها. إلى ذلك كشف مصدر حكومي بأن خزين بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة أصبح أقل من 140 مليون متر مكعب، وهو الأقل منذ 15 سنة. لنشاهد هذه المقاطع المصورة من أطلال البحيرة، بحيرة حمرين مع بعض، وهذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. هذا المقطع المصور من أطلال البحيرة التي يعني حول الجفاف مساحات واسعة منها إلى أرض جرداء قاحلة. دعونا نتابع هذا المقطع. اليوم احنا بحيرة حمرين وهذا حاله، هاي بالنص احنا واقفين هسه. وين الجسر؟ هاي جسر حمرين. هاي جسر حمرين. ذاك الجسر ورانا اللي سابقا كان المي يعبر الجسر. اليوم هاي البحيرة صحراء صايرة، وما نعرف بعد ايش كم سنة راح يجون هم نفسهم اللي فرغوا مياه راح ياخذوها اراضي استثمار لمصالحهم الخاصة. طبعا انتشر وسم انقذوا العراق من التصحر بعد انتشار ظاهرة الجفاف والتصحر في العراق بسبب يعني التغير المناخي وانحسار المياه وانخفاضها. من العراقيين من غرد تحت هذا الوسم، وسم انقذوا العراق من التصحر، ثورة تشرين العظيمة، حيدر قال بلاد النهرين مهدد بالتصحر يقول عجيب. أما زهراء فقالت لقد سرقوا كل شيء منا، حتى أرضنا الخضراء سرقوها. أما لينا البياتي قالت تقف المحاصصة بوجه القيام بمشاريع فعالة تنهض بواقع البلد ومنها الزراعة، فيما العشائرية التي تسيطر على الأراضي الزراعية تمنع مد حزام أخضر يحيط بمناطق العراق ويمنع تصحر الأرض وتعريتها بحجة ملكية الأراضي وتخاذل الحكومة الولائية في إنقاذ العراق من التصحر. مزهر قال العراق كان يسمى ببلد السواد بسبب كثافة أشجاره ونخيله، خلي نزرع احنا، الدولة يا دوب تلحق تبوق. ازرع قلنطوزة، نخلة، لبيزيا، أكاسيا، سدر، جهنمي، هذه أسماء طبعا أشجار. شجرة الصنوبر الكناري، أي شجرة دائمة الخضرة، مورد ونباتات موسمية، خلي مجهودك وفلوسك بشيء مناسب، أنقذوا العراق من التصحر. طبعا كذلك أعزائي المشاهدين نستقبل اتصالاتكم حول هذا الموضوع، موضوع التصحر في العراق وهذه الحملة، حملة العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي لدى المواطن العراقي وانتشار ونشر الخضار في العراق، أنقذوا العراق من التصحر. نستقبل اتصالاتكم وكذلك رسائلكم على الواتساب عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، لدينا أول ملف حول أزمة التصحر في العراق وحملة أنقذوا العراق من التصحر. ربما شاهدت يعني شبه اختفاء بحيرة حمرين في محافظة إديالة، قبلها اختفت بحيرة ساوة في محافظة المثنى. ما هو رأيك وتعليقك على هذا الموضوع؟ حياك الله استاذ عمار وحيا الله قناه الرافدين ومشاهديها. يا هلا بك.
يا مثلا استاذ عمار، استاذ بالنسبه للوضع اللي عندنا بالعراق، كل الازمات اللي خلقتها هاي الحكومه وعدم يعني اهتمام والرؤيه البعيده لوضع العراق ومعيشه العراق، يعني من حيث كل الاعمال اللي صارت عندنا من 2003 لحد الان ما خلوا يعني فد اجتهاد طلع من عندهم امر بانه يعني تتقبل هاي الحكومه انه مسؤوليتها، يعني من تكون لها مسؤوليه دور لها فعال لازم يكون للشعب المستقبل، اذا كانت ثابته، اذا موقفها ثابت، واذا كان انشت هاي الحكومه لسنوات طويله ولا اهل الوطن، اذا كان حصلت انجازات ومشاريع هذا الشعب ومواطنيه، يعني ما شفنا اي انجازات لانه هي حكومه غير انه نقدر نقول عليها محبه لشعبها ولا اهل شعبها، بس في عندنا ازمات صارت يعني من خلال برنامجكم ومن خلال قناتكم انه العراق يعني اكو بعض القنوات ما تتكلم عن وطن العراق، ما في العراق اللي قاعد يصير، هسه اللي قاعد يصير انه سبب يعني مهم من عوامل اسباب انه عيش العراقيين على هاي يعني اختفاء هذه البحيرات ابو عمر، اختفاء هذه البحيرات، بحيرة ساوة، بحيرة حمرين، هناك تهديد لبحيرات أخرى كبحيرة الرزازة، انخفاض منسوب نهر دجلة، يعني خطر محدق بحياة المواطن العراقي وبحياة العراق كبلد يعني أجيال قادمة. هل برأيك الحكومة سوف تقدم على عمل شيء بهذا الاتجاه؟ لا استاذ، اكيد اكيد ما تقبل. لماذا؟ هاي البحيرات اللي بحيره ساوه وبحيره حمرين او نهر دجله، كل هاي اسباب استاذ يعني ما انه مستقبل يصير انه هاي الانهار والمياه ترجع مكانها، هاي لها الناس يعني من دافعين والحكومه عندها علم بهاي الامور، يعني كيف انه خفض وكيف انه لماذا 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 لا تقدم على انقاذ العراق ابو عمر؟ استاذ يعني هذا دلال على قلت لك بالكلام بالبدايه انه ما لها ولا شعبها ولا لها اي انجاز تقدمه، لانه هي جاي على ظلم الشعب واهانه الشعب واذيته، يعني كل اللي قاعد يصير بسبب هاي الحكومه. انا اشكرك ابو عمر من بغداد، كان معنا محمد من الناصريه. محمد، يعني انخفاض مستوى الغطاء النباتي نتيجه الحروب، نتيجه الإهمال من قبل الحكومات المتعاقبة لهذا الموضوع، قابله تصحر لبحيرات كبحيرة حمرين وساوة، الخطر يعني واقع على المواطن العراقي، ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك أستاذ عمار. أهلا وسهلا، يا أهلا بك. نعم محمد، أسمعك جيدا. نعم، الله يخليك، الله يحفظك ان شاء الله، تحياتي لك وللقناه وللاستاذ. حياك الله يا اهلا. الله يحفظكم. والله يا استاذ عمار الوضع تعبان بالعراق حاليا. نعم. وسبب دمار العراق يعني هو السبب صراحه يعني على يعني السبب دمار العراق يا استاذ عمر اللي هم الاحزاب الدينيه. زين. وهاي الاحزاب يعني هسه الحكومه والاحزاب اللي هم المراجع اللي تتحكم بهم. نعم، تتحكم بالمشهد السياسي او بالشارع العراقي، احنا هسه نشوف دمار. نعم. ونشوف يعني الاوضاع اللي هي خربانه فدنوب، اللي هي سببها الرئيسي هم المعممين. السبب الرئيسي ايران يا استاذ عمر. يعني في المشكلة هاي والله ما أشوفها تنتيج وأكلنا يوم أردى من يوم والوضع تعبان، يعني ماكو طموح ولا مستقبل، بس على خليوعة لأن يعرف الأحزاب جيدا ويعرف الفساد زين أو يعرف المعممين ويعرف، بس خل ترجع ثورة 20 ثورة تشرين زين. نعم. فنفعل ثورة تشرين وخلفية تطلع مظاهرات ضد هاي الحكومة وضد المعممين وضد الأحزاب، خلي الشلع قلع على قولتهم. نعم، أنا أشكرك محمد من الناصرية، كان معنا أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك.
شلونك يا استاذ عمر؟ شلونك؟ الله يسلمك، الله يحفظك. صحتك احوالك؟ خير الله يحفظك. استاذي انت من انا ايد الاخ محمد من الناصريه. نعم. من يقول هذول المعممين، هم هذول المعممين والسياسيين جو البوكت العراقي، جو التدمير العراق. يعني انت تترجى من واحد يريد يعمر لك العراق وهو جاي يريد يبيع العراق. هم حتى تراب العراق باعوا. الحدود بيننا وبين الكويت باعوها. يعني انت تترجى من هذه تزرع شجره. هذا هو اساسا عنده كم جنسيه، كم هويه؟ بريطانيه على امريكيه على فرنسيه على كل الجنات شايفين. ايش تترجى من عنده؟ هو هذا خاطئ. على شبه؟ نعم. نعم لا حول ولا قوه. شعب لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. من يطلع الشعب يتظاهر ويطالب بحق، والله يقول لهم انتم غوغاء، انتم كذا، انتم كذا، انتم كذا. يعني اذا فقوله تهمه ويروح تسعب اسود. نعم. يعني ايش تكمش من هذه الدوله؟ ايش تكمش من المعمم؟ اللي هو المعمم من يطلع بالبرلمان. انت روح اقعد بحسينيه، اقعد بمسجد، اقعد بجامع. دخل بالبرلمان. انت وعمامتك، انت وسياستك اجا مرحبا. انت المدير لو سياسي. نعم. يعني جو الدمار العراق استاذي، وما يريد يزرع يقول لك يزرع، انت ممكن عقلك يزرع؟ هو اذا اكو زرع هم حيقصوا. نعم. اذا اكو زرع هم حيقصوا، واذا اكو دمار هم يدمر. اذا يقدرون هم ويقولون احنا دوله صحيح، خلي يبنون سد مكحول. نعم. خلي يحاسبون تركيا من قطعه المي. نعم. يقدر يحاسب تركيا على حصه المياه؟ يقدر يحاسب ايران من سوى سدود ورجعت المي بداخل ايران يمشي؟ يقدر؟ خليه يرجع على قبل 2003 بق صدام حسين الله يرحمه. من تركيا سدت المي، صدام حسين ورد يطرق على نهر دجله خلال ساعات صعد المنسوب اكثر من المقرر. نعم. انا اشكرك ابو عبد الله من صلاح الدين كان معنا، دعونا نذهب الى ملف اخر اعزائي المشاهدين من ملفات هذا اليوم، ونذهب الى الذكرى السنويه ل استشهاد الناشط العراقي إيهاب الوزني، حيث نفى ذو الشهيد إيهاب الوزني وجود أي تواصل حكومي معهم بشأن قضية الاغتيال، فيما اتهموا جهات أمنية في المحافظة بمحاولة طمس الحقائق. استبعد ناشطون قيام الحكومة بفتح ملف اغتيال الوزني لأنه سيجير أو سيجر العديد من الأطراف السياسية المتهمة بقتل الناشطين بحسب قولهم. دعونا نستمع سويا لبيان عائلة الشهيد إيهاب جواد الوزني من ساحة الأحرار في محافظة كربلاء خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الوزني، فلنتابع. بعد مضي سنة كاملة على اغتيال شهيد القائد إيهاب جواد الوزني، وبعد تغاضي السلطة الحاكمة على القتلة المجرمين العملاء وهم كل القاسم مطلق، علي مطلق، حسن مصباح، عليه نطالب حمايته القبض على العملاء المشهورين اعلاه ومن ثم محاكمتهم امام الشعب وبمحكمه عليه. وفي حال عدم تحقق هذا المطلب سوف يتم التعامل مع هؤلاء العملاء بما تضيه علينا الوطنيه والاعراف الكاريه العاديه الاصيله. اثنين، اقاله المحافظ وقائد الشرطه كونهم متستترين على العملاء اعلاه وعلى اعمالهم الاجراميه وبالخصوص اغتيال الشهيد القائد ايهاب جواد الوزني، والله ولي التوفيق. نبقى في ذات السياق، حيث احتشد عدد كبير من متظاهري ثورة تشرين في ساحة الأحرار بمحافظة كربلاء قادمين من عدة محافظات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الناشط إيهاب الوزني الذي يتهم القيادي في ميليشيا الحشد قاسم مصلح بقتله وفرق الموت، كما يقول فرق الموت الإيرانية، كما يقول ذو الشهيد الوزني وأبناء المحافظة، وذلك بعد تنظيمهم تظاهرة حاشدة جابت شوارع كربلاء استجابة لدعوة أطلقتها عائلة الوزني ووالدته ليلة أمس. دعونا نشاهد جانبا من تلك التظاهرات قبل الانتقال لاستعراض التغريدات على وسم من قتلني الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي للتذكير بعملية اغتيال الناشط الراحل إيهاب الوزني، فلنتابع. Come on, come on, come on.
وهاب 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 بالحق مو كل زلمه يسولف فيه لك ايهاب اها اسمك مثل الدم اها اسمك مثل الدم مو كل زلمه يسولف فيه اسمك مثل الدم اسمك مثل الدم واسم من قتلني الذي تصدر الترند في العراق على تويتر يقول يوسف سيرجو يقول القاتل لحد هذه اللحظة حر طليق القاتل منتسب في أحد المؤسسات الأمنية من مهازل القائد العام يقول القوات المسلحة لم يستطع أن يقبض على القاتل قاتل إيهاب الوزني محمي من قبل ميليشيات موالية لإيران أما عمار فقال في ذكرى استشهاد إيهاب الوزني أسهل سؤال ممكن أن يجيبه أي أحد هو من قتلني فالقتلة معروفون لدى الجميع لكن الحكومة عاجزة عن محاسبتهم فقاتل إيهاب تم تشخيصه ولكن تم إخراجه بسبب القتلة ومن يواليهم وصلت الحال بأم الشهيد تنادي علانية بأسماء القتلة قاسم وعلي مصلح ولكن لا مجيب قالت شهد علي قالت للتذكير واهم من يتصور أن قتلة إيهاب الوزني سيفلتون من قبضة العدالة مصطفى الكاظمي 10/5/2021 طلع هو اللي واهم أما محمد فقال بعد عام على استشهاد القائد إيهاب الوزني يتجدد السؤال من قتلني يقول بسيطة قاسم مصلح كما يقول نعم معنا اتصال كرار ملف آخر وهو ذكرى استشهاد الناشط إيهاب الوزني ووسم من قتلني يتصدر الترند في العراق برأيك لماذا الحكومة لغاية الآن لم تكشف رغم مرور سنة كاملة لم تكشف عن قتلة الناشط إيهاب الوزني تفضل كرر نعم سهر أهلا وسهلا بك يا أهلا بك بالنسبة للشهيد إيهاب الوزني مرحمة إيهاب كان قائدنا قائد ثورة 90 واحد رؤوس ثورة 90 العظيمة نعم ثورة 90 اللي خلدت الدماء الفكر اللي راد الميليشيات أن يسقط هذا الفكر لن يسقط في عين كل الثائرين العراقيين الأصليين الذين لا تخلي مبادئهم من القيم والروح الثورية التي لن يسكتون على الظلم ولن يسكتون عن حقوقهم المسلوبة التي سلبتها وحكومة القتل وحكومة الميليشيات وحكومة سفك الدماء هذه الحكومة اللي واجهت في ثورة 90 بالرصاص الحي والمسيل للدموع وأسلحة لم تكشف عن القتل الحر طالب وكل عظمت لما اعتقل قبل حكومة الكاظمي تشوف من شلون طلعوا الحشد وسووا ما سووا على موده الطرف الثالث اليوم انكشف للشعب العراقي حكومة وين عن هاي الجرائم وين عن هاي ضبط الجناح اللي هم قتلوا الصحفي احمد عبد الصمد رحمه الله عليه الشهيد احمد عبد الصمد مصطفى غالي كظام هل طلعتم على المحكمه وطلعتم من القضايا اللي دارت حسب ما شرحها اخو احمد عبد الصمد القاتل كان نفسيه ارسال سائل القاضي سائل المتهم قال لم يلف جلدكم الاوامر قال جتنا من عالم ديني خارج العراق بما انه يمثل امناعي وكل جن الشعب العراقي يعرف لان حكومه ايرانيه ميليشيات سايحه ميليشيات الدور الايراني العراقيين ما قال نفس ما قالوا في الحكومه مثل اللي قال ايران تحاول ان تخلي العراق الضيعه التابعه الى ايران وبالفعل اليوم العراق الضيعه التابعه الى ايران نشوف بان لا اكو جهات تحاسب المجرمين ولا تحاسب السلاح المستهلك ولا تحاسب اي شيء اذا ظلت الحكومه على هذا منهجها الثائر العراقي الحر الاصيل اللي هو على مبادئ راح نشوف اكو ثوره تشرين ثانيه وهاي ثوره تشرين اللي جزء ثوره تشرين الاولى تنبيه للطبقه السياسيه اما ثوره تشرين اللي راح تكون زاحم السياسيين على مثبت التاريخ لان ذول السياسيين انهكوا العراق انهكوا خيرات صادروا كل خيرات العراق وكل خيرات الشعب العراقي وقتلوا وسفكوا دماء العراقيين نعم
أنا أشكرك كرار من الناصرية. كان معنا أبو فاطمة من النجف. أبو فاطمة، رغم مرور سنة على استشهاد الناشط إيهاب الوزني في محافظة كربلاء الذكرى السنوية الأولى لهذا الناشط، برأيك لماذا لم تكشف الحكومة عن الجهات أو الجهة التي اغتالت إيهاب الوزني؟ أبو فاطمة هل تسمعني؟ أبو فاطمة من النجف، يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو فاطمة من النجف. دعونا نذهب إلى ملف البطالة في العراق، هذا الملف الذي يؤرق الخريجين والعراقيين بشكل عام، قصة من قصص خريجو العراق. ظاهرة جيوش العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا في العراق، حيث تشير التقديرات إلى أن غياب الرؤية والتخطيط من قبل أصحاب القرار في الحكومة سلب حق العمل لخريجي الجامعات في العراق وجعلتهم ينضمون لطوابير العاطلين عن العمل. حدد الاتحاد العراقي لنقابات العمال نسبة الخريجين العاطلين عن العمل بنحو 50%، في حين أكد خبير قانوني وجود نحو 600 ألف خريج يعاني من البطالة. وبين رئيس الاتحاد وليد نعمة بأن نسبة الخريجين العاطلين عن العمل وصلت إلى نحو 50%، مشيرا بأن الأرقام التي تعلنها وزارة التخطيط بخصوص البطالة غير دقيقة تماما، كما أن غياب التوازن بين الجامعات وحاجة الدوائر من الدرجات الوظيفية بشكل دوري فاقم من ظاهرة البطالة في البلاد، الأمر الذي عده مراقبون بأنه سيكون شرارة لتجدد التظاهرات في العراق. طبعا هذه الإحصائيات نتج عنها المشهد التالي الذي سنشاهده معا، بعد أن أجبرت البطالة مهندس نفط حاصل على معدل 95% في دراسته الثانوية للعمل كراعي أغنام. هنا لا عيب في العمل عموما ولا في هذه المهنة خصوصا، لكننا نتحدث عن غياب التخطيط وسوء الإدارة في مثل هذا المشهد السلبي لعراق ما بعد عام 2003 الذي حرم أهل الاختصاص من العمل في اختصاصهم. دعونا نشاهد هذا الشاب من خلال هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، فلنتابع. اليوم عندنا يوم 27/4 عندنا وقفة مقابل وزارة النفط، ورحنا وطبينا للوزارة وقفة كانت سلمية، وجدت جميع يعني المهندسين من كل محافظات العراق وطبينا للوزارة، الوزارة تقول مو صلاحياتنا، العاد من وين من نروح؟ يعني وين نروح؟ من اللي يعيننا؟ هي هاي شغلة هاي الحمد لله والشكر، بس هذا مكاني أنا، هذا مو مكاني. عراق ترجع شي أكيد بحالك، بيضحك نهارك يا وطن ويلي لك. طبعا عبر العراقيون عن غضبهم واستهجانهم، ومنهم من علق وقال على منصة فيسبوك حول هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ولاقى تعاطفا وكما أشرنا وغضبا من قبل العراقيين. أم جمانة قالت الله ينتقم منكم يا سياسيين، الله يحرككم بفلوسكم الحرام كما تقول أم جمانة. وردة الأمل تقول حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب بتدمير مستقبل الشباب. أبو رند يقول حسبي الله ونعم الوكيل على المسؤولين اللي أكلوا حقوق الشعب، والله ينتقم من كل سارق وظالم. شجن تقول حسبي الله ونعم الوكيل على المسؤولين اللي أكلوا حقوق الشعب، والله ينتقم من كل سارق وظالم. نعم، عاود الاتصال معنا أبو فاطمة من النجف. أبو فاطمة، قبل انقطاع الاتصال معك سألتك حول لماذا الحكومة منذ يعني سنة تم اغتيال الشهيد والناشط إيهاب الوزني، لماذا لم تكشف الحكومة عن الجهة التي قامت بقتله؟
تفضل ابو فاطمه. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. تحيه لك يا اخي وكل عام وانتم بخير. وانت بخير اهلا وسهلا. الله يحفظك. الحقيقه الحكومه لم تكشف عن الجنات والقتلة، لان بكل صراحه رئيس الوزراء، وانا اسميه رئيس وزراء عصابات المجرم الخامنئي في العراق، القاتل معروف قاسم مصلح، هذا الرجل بضغط من الميليشيات والاحزاب تم يعني عائله الناشط ايهاب وكذلك الناشط فاهم الطائي يعني يتهمون قائد شرطه كربلاء والمحافظ في تسويف هذه القضيه واطلاق سراح هذا الرجل. واحنا نتذكر العام كيف حوصر منزل ما يسمى رئيس الوزراء وتم اطلاق سراحه. هذه معناها اخي هيمنه، ما زال هيمنه الميليشيات وهيمنه العصابات في العراق، ولا لا احنا نسميها حكومه لكن اسم بدون مسمى. القضاء مسيس، الشرطه المشكله، الشرطه ليس لها دور في الحفاظ على ارواح الناس، الشرطه في خدمه الشعب، اين هذه اين هذا الهدف وهذا الشعار؟ هذه اخي استهتار بارواح الناس. تم قتل كثير من النشطاء، الشاب مهند، الدكتوره في البصره، كثير تريدون ان يعني يعود الشعب العراقي نحن سوف نكشف عن اي قاتل للنشطاء. هذه بمختصر مفيد. نعم انا اشكرك ابو فاطمه من النجف كان معنا. ابو عبد الله من اربيل، ابو عبد الله استعرضنا قبل قليل مقطع لخريج يعني صاحب اختصاص نفط وغاز ويعمل راعي اغنام، ما تعليقك على هذا المقطع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. حي الشهدين. والله يعني قلوبنا تتقطع يعني من الالم مع الاسف والله. يعني هيك قطاعات هيك مجتهدين و نعم بعد العقبه هذول صاروا مهندسين صاروا علماء، والله كل شيء يعني مع الاسف هذول ما شاء الله من الشاقه مره على الوزن ومره على المي، يعني ما نعرف ايش على ايش نحكي ما شاء الله. شو كلها صايره، بس انا عندي شيء طلب واحد، والله اطالب مثل مصر الجيش العراقي ويسوي انقلاب وخلاص هذول كل من ضربه شباك كل من تزر والله وزنه والله لا. يعني الوزن شو نقول عليه يا استاذ؟ حتى قاسم مصلح يتشوى على اللي قال على قاسم مطرح سوى مشاكل وجيب ودي كاسوسات تشتغل وهاي تشتغل والميليشيات يجي واحد يريد يستثمر بدولتك يا اخي نعم يستفزونه يعني يستفزونه ابتزاز وكرة طين لو هيك كانت النفط كانت موجوده بالاعمار تقدر تشتغل هم على شويه عمال ما اسلهم قطعه والطريق عليها وشغلات وايد صار والله ما ادري على ايش تحكي. نعم. ما ادري. نعم. شكرا لك ابو عبد الله من اربيل كان معنا. دعونا نذهب الى ملف اخر وهو الخدمات، واحده من الملفات التي يعني شهدت وتشهد انهيارا تاما في العراق بعد العام 2003. الناشط محمد المنصوري سجل مقطعا مصورا عن حال شبكة الصرف الصحي والمياه الثقيلة في محافظة بابل بعد أن عانت من الفساد وسوء الإدارة، وحمل المنصوري مجلس المحافظة مسؤولية هذا الانهيار. دعونا نتابع ما قاله الناشط محمد المنصوري عبر هذا المقطع. صحت من قسوة حالي كل أصحاب المعالي فوق نعالي، فقالوا لي عيب فكررت مقالي، كل أصحاب المعالي فوق نعالي، ثم قالوا لي عيب فخففت انفعالي وقدمت اعتذاري لنعالي، لأن كل أصحاب المعالي تحت نعالي. هذا المشهد الدامي ما هو إلا دليل خسة ونذالة على الأحزاب الخانعة، أحزاب الانسداد السياسي والفراغ الدستوري، ودليل شاخص على خيانة المحافظ حسن منديل ومن سبقه صادق مدلول وكرار العبادي والمسعودي والمسلماوي،
والقائم مقام هذا وسام العيساوي. لو كنت تستحي يا وسام العيساوي ما كنت تمسكت بالمنصب طيلة 18 عاما بدون شبكة مجاري. بأي لغة نحادثكم فيها يا زمرة الإمعات يا زمرة الخونة؟ ذرة أخلاق عندكم، ذرة حياء عندكم، ذرة أمانة للوظيفة عندكم، ما تستحون على أنفسكم؟ هذا العيد الذي يمر على الناس يجب أن تستبشر به خيرا، لكن بسبب تفاهاتكم وفقاعاتكم نحن لا نرى أي نكهة إلى العيد. طبعا تفاعل العراقيون مع ما قاله الناشط محمد المنصوري حول سوء الخدمات في محافظة بابل، ومنهم من علق وقال على منصة فيسبوك، قال جنات قالت بابل أصبحت محافظة منكوبة بفضل الحكومات المحلية السابقة والحالية. صباح الفرات قال حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين والفاسدين والفاشلين الذين دمروا البلاد والعباد. علي إبراهيم قال الله لا يوفقهم الأحزاب والتيارات، نهايتهم قريبة بإذن الله يقول علي. أما جاسم فقال لا حياة لمن تنادي، مع الأسف هذا حال البلد، وطالما بقيت هذه الأحزاب الفاسدة الرذيلة ستجرنا إلى أسفل السافلين معها كما قال. نعم، تتعدد الظواهر السلبية في العراق وتتنوع بعد عام 2003، ومن بين ما برز خلال عقدين مريرين ظاهرة الاستيلاء على العقارات بعد تهجير سكانها وملاكها بالقوة على خلفيات طائفية تارة عرقية وعنصرية تارة أخرى. ولعل ما جرى في مناطق حزام بغداد وللمسيحيين من سكنة العاصمة بغداد خير مثال وشاهد على ذلك. التقرير التالي الذي أنتجه قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية يسلط الضوء على ظاهرة استيلاء الميليشيات والأحزاب المتنفذة على ممتلكات المغتربين لا سيما المسيحيين منهم. دعونا نتابع مع بعض. وقعت وبصمت لهم، وهاي 6 سنوات أنا مشتكي وما محصل نتيجة. في وضح النهار وأمام أنظار السلطات الثلاث في دولة ولاية بطيخ كما يحلو للعراقيين تسميتها بعد الاحتلال، تجري أكبر سرقة لأملاك المغتربين العراقيين لا سيما المسيحيين منهم بحيل قانونية وأخرى تحت تهديد السلاح برعاية متنفذين وميليشيات دون أي رادع قانوني، بعد أن سرقوا الجمل بما حمل من خزائن البلاد وميزانياتها الانفجارية. تعرضت إلى ظلم واضطهاد كبيرين على يد عصابة تمتهن سرقة عقارات العراقيين المغتربين والتلاعب بعائدتها. لم يكن ما ناشد به هذا المغترب إلا غيظ من فيض الظلم الذي مورس بحقه، وأمثاله الكثير ممن لم تصل قضاياهم للإعلام نتيجة التهديدات التي يتعرضون لها من الميليشيات التي تسيدت المشهد في البلاد، كما هو حال مئات العقارات العائدة لمسيحيين استولت عليها ذات العصابات المتنفذة في الحكومة بشكل ممنهج بعد عام 2003. قرب مطعم الساعة والذي تم الاستيلاء عليه من قبل مجموعة مزورين وضعاف نفوس. تصفية جسدية أو السجن على أقل تقدير، أساليب يتعرض لها مالك العقارات في بغداد وغيرها من المحافظات بترتيب من عصابات متخصصة في نقل وبيع ملكية العقارات بتواطؤ موظفين في دوائر التسجيل العقاري بالتنسيق مع ضباط كبار في الأجهزة الأمنية وقضاة مرتشين. هذه العملية التي تقودها الميليشيات لم تكن بمعزل عما تعرض له أبناء المدن المنكوبة من مصادرة ممنهجة لعقاراتهم بعد حملة تهجيرهم منها، ولعل ما جرى في حزام بغداد وجرف الصخر خير مثال على حجم الكارثة التي عصفت بعراق الميليشيات الذي تفننت فيه الأحزاب مستخدمة شتى أنواع الجرائم من سرقة واختطاف لتمويل أنشطتها.
أهلا بكم من جديد. عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين وصلتنا هذه الرسالة والتي جاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن شريحة الخريجين التربويين والإداريين في ميسان من غير المحاضرين، خرجنا اليوم بتظاهرات لأجل المطالبة بالعقود أي التعاقد مع الحكومة لأجل توظيفنا، راجين منكم دعمنا بنشر قضيتنا في برامج قناتكم الموقرة، وأنتم لكم السبق في دعمنا سابقا. دعونا نذهب إلى تويتر. اليوم يعني أثار الهجوم الذي شنه مجموعة من المقربين من الميليشيات على تطبيق كلوب هاوس على الناشطة الشهيدة ريهام يعقوب، أثار موجة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم مراعاة حرمة الميت والطعن بشهيدة لم يعرف عنها إلا الوطنية والمثابرة من أجل قضايا الوطن، لا سيما التظاهرات الرافضة للهيمنة الإيرانية في البصرة عام 2018 وثورة تشرين عام 2019. تفاعل العراقيون تحت هذا الوسم: ريهام يعقوب تشرفكم، والذي تصدر ترند العراق خلال الساعات الماضية. يقول ناجي عسل: عبر التاريخ كله كان الظالمون يعمدون إلى تشويه سمعة الذين يحتجون ضد ظلمهم، وهذا بالضبط ما حدث مع تشرين، ويمكن معرفة الظالمين بسهولة إذا رأينا من يتعمد تشويه سمعة ثوارها وحتى شهدائها. تحدث ياسر الجبوري وقال مثال على تربية الشايب، يقول: ومن يدعون أنهم حموا العرض وحرروا الأرض نموذج حقير، يقول: ينتقص من بنت كان لها مستقبل عظيم بمقارعتهم، ولكن قرروا اغتيالها بأوامر من وليهم السفيه ريهام يعقوب تشرفكم، وتاريخها بحقوق العراق أكثر صدقا من تاريخكم المزيف بالمقاومة. يا قطرة الوطن، بعدنا نريد وطن، يقول ياسر، ولنا صولة. حيدر يقول: كانت ثورة تشرين تمثل صحوة شعب، ولكن ما إن أحست الدول الشرقية والغربية خطر هذه الثورة على مصالحها فسعت لإخمادها تارة بالسلاح وأخرى بتشويه سمعتها عن طريق المندسين، فالرحمة والغفران لشهداء هذه الثورة العظيمة. ريم قالت: صراحة ما أعرف شلون أوصف دنائتكم وأسلوبكم الرخيص بالتسقيط والحكي عن إنسان ميت، ريهام قدرت تسوي اللي أنتوا وغيركم ما قدرتوا له لأنكم جبناء وعبيد، ريهام يعقوب تشرفكم. نعم، معنا اتصال. صباح من بغداد. صباح، يعني هجمة على الشهيدة من البصرة ريهام يعقوب ورد من قبل العراقيين والناشطين على هذه الإساءة، ما هو رأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا كل الشرفاء العراقيين والوطنيين ما يتقبلون هذا النهج اللي جاي يستغلونه الميليشيات الولائية، واللي عندهم منصات والذباب الإلكتروني مالتهم، وشوف الهجمة الشرسة من قبل الحشد. الحشد اللي هو أساس الميليشيات، يعني احنا ليش نقول ميليشيات ولائية؟ هو الحشد نفسه وفصائل المجرمة اللي تابعة لكن لإيران. الميليشيات سبقت الحشد، فقط للتذكير. نعم، هي منظمة بدر والعصائب وحزب الله وغيره، ذولي هم أساس الحشد، أساس الحشد، وهم أجرامهم سابق للحشد يعني. فهاي الهجمة على الشهداء وعلى الناشطين السياسيين وعلى المتظاهرين، يعني هاي معروفة من وراها هو الحشد والميليشيات الولائية. فشوف القضاء العراقي اللي صامت وما جاي يسوي ما إلا أي دور، هذا القضاء اللي حالفين يمين انهم يصنون القانون العراقي. يعني شوف فايق زيدان وغيره كلهم ساكتين عن المجرمين والسلاح المنفلت اللي هو بيد الميليشيات الحشد. والاحزاب الاسلاميه، حزب الدعوه ومجلس الاعلى الاسلامي وسائرون وغيرها ومقتدى الصدر، كلهم صامتين، لان هم نفسهم هم ذول القتله، هم اللي ذول غيبوا من الناس. يعني كيف نفهم بان شخص او جهه معينه تسيء الى ميت؟ يعني هذا 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 يدل على ان شنو الاسباب؟ الاسباب انهم هم نفسهم اللي قتلوها، هم نفسهم، يعني هم لو ناس وطنيين، اكو ناس وطنيين بالحشد والميليشيات، كان ما تهجمهم على امراه عراقيه اعطت دمها للوطن، لان هم سبب في قتلها وهم اداه القتل، فهذول يتهجمون على الناس الوطنيين وامثال الشهيده، الاف الشهداء تم قتلهم، اي صوت حر يطلع يداعي بوطن ويداعي بحرية أو خدمات أو غيره أو يريد تعيين يتم قتله على يد منه؟
كل حتى مصطفى الكاظمي والرئاسات الثلاثة وأعضاء البرلمان وكل المحافظين يعرفون من اللي جاي يقتل ويقتال في المحافظات الجنوبية وفي بغداد. يعرفون أن حزب الله والعصائب وبدر وحزب الدعوة وسرايا السلام هم ذول اللي جاي يقتلون بكل الناشطين السياسيين اللي عددهم فاق الألف، أكثر من ألف. فإحنا ليش نغشي من فسنا كمواطنين عراقيين وإحنا نعرف القتلة منهم؟ والدليل على أن القضاء العراقي ما يقدر يحاسبهم، ولا حتى مصطفى الكاظمي عنده سلطة، أو محمد الحلبوسي أو رئيس الجمهورية عندهم سلطة أن يحاسبون أو يطلع بإعلام يتهم القتلة منه ويسميهم بأسماء. أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا أسامة من كركوك. الاتصال الأخير، كيف نفسر من يسيء إلى شخص ميت؟ نعم، كيف نفسر من يسيء إلى شخص ميت؟ نعم، أهلا وسهلا. ما سمعت. نحن تحدثنا عمر ماسم. نعم، في الفقرة الأخيرة تحدثنا عن هجوم على الناشطة الراحلة ريهام يعقوب، وأطلق عراقيون واسم ريهام يعقوب تشرفكم، كان هناك هجوم على هذه الناشطة المرحومة الشهيدة ريهام. كيف نفسر من يتحدث بسوء عن شخص ميت؟ مساء الخير عليك استاذ عمر. على مساء النور، اهلا وسهلا بك. بالنسبه اللي يتكلم عن الناشطين اللي استشهدوا قتلتهم الميليشيات، هذول هم نفسهم الميليشيات. واني اسال استاذ عمر على حكومتنا، ما يسمى بالحكومه، صار اكثر من 5 سنوات يضربون صواريخ وهوانات وراجمات، لحد الان حكومتنا ما القت القبض على اي شخص من مطلقي الصواريخ. نعم. فشيء مثل ما قلت الأخ أوجز وقال كلام طيب استاذ أخ صباح، يعني وين الحكومة من هؤلاء اللي منطقين صاريخ؟ لو هؤلاء منطقين صاريخ هم فوق القانون، ما يقدر حتى يحاسبهم. وأقول هذول اللي يستهزئون بالناشطة ريهام وباقي النشاطات اللي استشهدوا، أقول لهم يا أشباه الرجال، كانت جيوش العربي تقتل في الحروب، وذلك في الأيام الغابرة، من كان يقتل من الرجال يعظموه، ومن تعرض للنساء يلقبوه يا ابن العاهرة. وتصبحون على خير، رحم الله والديك. شكرا أسامة من كركوك كان معنا. تناولنا في هذه الحلقة العديد من الملفات أعزائي المشاهدين، كالجفاف والبطالة وسوء الخدمات في العراق، والذكرى السنوية لرحيل الناشط إيهاب الوزني. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.